هذا هو موقعنا لهذه المرة، اسم الموقع فارما بونيس، يعني موقع استثماري ليس موقع مجاني. هذا الموقع تستطيع العمل فيه بحسابين أو أكثر، يعني يضع لك هنا خانة لتقوم بتبديل الحساب من حساب لحساب. الموقع يعطيك 100% يعني الاستثمار الأول، الاستثمار الأول فقط 100%. إذا أضفت يعني 100 روبل يعطيك الموقع 110 إلى غاية، يعني يقول بمناسبة عيد المرأة اليوم حتى 12 ليلا، لكن بعدها تبقى 100، لدينا مكافأة 100%، هنا 100% في يعني الإيداع الأول، بعد ذلك تصبح 10%، وتعود للعمل يعني 100% بعد يعني 15 يوم، لأن هذا الإيداع يعمل لمدة 15 يوم ثم يتوقف. عليك الإيداع يعني بعد سحب الفوائد عليك الإيداع مرة أخرى. هنا لطريقة زيادة السرعة، لأن الموقع عند التسجيل يعطيك 10 روبل، لكنها يعني ليست كافية لعملك في الموقع. زيادة السرعة تقوم بإضافة يعني المبلغ الذي تريد، 100 روبل أو 200 أو يعني من الأحسن ضع أكبر مبلغ، لأنه لا تستطيع بعد ذلك الإيداع مرة أخرى، سوف يعطيك 10% فقط. يعني إذا لم تودع في المرة الأولى كما حدث معي، أدعت 50 روبل ثم بعد ذلك قمت بإيداع 100 روبل، أصبحت 50 روبل الأولى أكثر من الثانية. نعم، هنا خانة حسابي يعطيك جميع التفاصيل، وهنا جمع المكافآت، تقوم بالضغط عندما يصبح هنا الرصيد كبير بعد يعني 12 ساعة. السحب هنا خير من يعني بونيسيرا، السحب كل 12 ساعة، يعني مرتين في اليوم. تضغط هنا يعطيك، ليس كالموقع الآخر، هذا الموقع تقوم بالضغط عندي 1.28، ونشاهد الآن سوف تظهر هنا خانة خضراء، كم سوف يعطوني؟ أعطوني 1.53، يعني فيها مضاعفة. هي من الأفضل لا تضغط على جمع الإيرادات كل مرة، يعني على الأقل 5 ساعات 6 ساعات ولا مرة في اليوم كما تريد، تقوم يعني الضغط على كلمة جمع الإيرادات، لأن فيها يعني فائدة، النسبة لا يذكرونها لكن فيها فائدة، لكن بحثت لم أجد نسبة الفائدة التي يعطيها هنا. نعم، الإحالات كما قلت 3 مستويات، إحالات ليست كما بونيسيرا، هنا 3 مستويات، 10%، 5%، 1%، 3 مستويات الإحالة. إعدادات إذا أردت أن تقوم بتغيير يعني كلمة المرور أو ما شابه ذلك. نمر الآن إلى السحب. قبل ذلك يوجد هنا مسابقة يعني لكبار المستثمرين، جائزة 19,000 روبل، يعني لكبار المستثمرين، الأول يأخذ 10,000 روبل، الثاني 5,000 روبل، الثالث 2,500 روبل، الرابع 1,000 روبل، والخامس 500 روبل. يعني هذو الكبار المستثمرين، إذا كان لديك المال لربما أجدك في الأول أو الثاني. الآن نمر لعملية السحب، يعني عملية السحب سهلة، تضغط على كلمة سحب، أنا عندي 11 روبل، تختار هنا المحفظة التي تساعدك، نضغط على محفظة باير، تضغط هنا رقم حساب باير، نضع 11 ونضغط على كلمة دفع للنظام. نعود، نضع 11 روبل، عندي أنا خطأ في الانترنت، هكذا أردت أتم الدفع، دفعت وأصبح نقوم بتحديث صفحة الموقع لنرى أنها أصبحت 0.95. نذهب إلى حسابنا في باير، لا يوجد هنا حساب رصيد، لم يوجد تحديث صفحة البنك، نزيد أنها بلغت 10.89. نرى يعني تاريخ العملية، يعني إخوان هكذا أفضل لكي ترتاح يعني القلوب، هكذا بإثبات وعلم مباشر. هذا هو الموقع الآن 8 مارس يعني على 7:30 يعطيك بالتوقيت 10.89 بعد أخذ العمولة يعني 0.11. وأي سؤال اتركه في التعليق سوف أجاوبكم بدون أي مشكل، وسوف تجدون جميع الروابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو، بما ذلك روابط التواصل الاجتماعي، ونلتقي مجددا في يوم آخر مع فيديو لموقع رهيب رهيب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.